أطيافه لا سيما الشباب منهم. الدستور هذا واش يجيب؟ يحب يعزز الديمقراطية الحقيقية، ماشي الديمقراطية هذاك تاع الكلام، الديمقراطية الحقيقية، ديمقراطية في المعيشة، أنه كل واحد عنده حق يكون تكون عنده عيشة مرضية، عيشة مقبولة. لذا احنا نطلبوا منكم أنكم تتجهوا كلكم إلى صناديق الاقتراع، وكل واحد يؤدي برأيه بكل حرية، كل واحد يصوت كما يحب.